ميني ستوديو. عم بيقرب العيد، عم تحضروا ميني ستوديو كل يوم؟ اكيد حبيتوا البرنس والبرنسيس وناطرين اليوم رادون شوفونا شريش رح يصير معهم. انا بعرف انه ضيعوا التابلت وهالشي كتير خطر، لانه انتو بتبعتوا لنا على فيسبوك وبنقدر نقرا رسائلكم ونطبع صوركم وناخذهم ونحطهم بالعلبه ونربحكم هدايا. شو رح يصير؟ رح يلاقيهم أولكن؟ أولكن اليوم مستر ساينس رح يعمل ساينس وإكسبيريانس؟ رح نشوف بالحلقة. فرانسوا، وين التابلت تبعي؟ بخس فيليب ما بعرف، بس بعرف إنه كل العالم عم بتفتشك عليها. طيب إنه إيه؟ صار من عبوك عم فتش عليها، بدي ما بعرف شو بدي أعمل، عندي رسائل. خلص بكرة منقريهم هلا تتروق أعصابك، نتسلى بإكسبيريونس. بس بدي التابلت تبعي، كثير مهم التابلت. خلص نفتح تحقيق ونجرب نلاقي مين أخذ لك التابلت. أوكي ديل. أوكي. طيب شو عنا هون؟ عنا قنينة مي. أوكي. بقنينة مي لأنه اثنيناتنا رح نتسلى، مقصوصة من فوق. أوكي. ومي بقلب جات، وصابون غسيل. وتلوين اكل. اوكي، يعني قنينه مقصوصه من فوق وصابون غسيل وتلوين اكل. ايه، ومغيطه. مغيط مش مغيطه وحده. اوكي، رح انت تشتغل هلا. اوكي، حط الصابون غسيل بقلب المي. هي وقتها كنت بفرنسا فرانسوا جبت الاكسبيرينس معك. ايه اكيد فيليب. والله. طيب شو بحط؟ حط الصابون غسيل بقلب المي. اوكي، يعني هون في جات مليان مي و اوكي. هلا حط التلوين بقلب المي. اوكي بكفي. هلا هول كلسات. من وين بتجيب كلسات انت؟ عطيتني اياهم شوفوني شاري. عطيتك اياهم او سرقتهم؟ لا عطيتني اياهم، انا ما بسرق. بدي اسالها، بدي اعرف من الايباد تبعي. اوكي، بدك تلبس قنينه المي. يعني اكيد جيبنا الاكسبيرينس من فرنسا فرانسوا، لانه هون ما بعرف شو بتخترعني. كلها لفوق؟ اذا بدك، بس المهم الغطاء الهيدا هون يكون مفتوح. اوكي. افتحها للقنينة اصلا. اوكي. وتما يطير تما تطير الكلسة بتعلقها بمخ التين. بس ليه بدها تطير؟ لأنه بتوقع بالمي. اوكي يلا تكي تكي تكي. اوكي ها بدك تساعدني نخلط شوي هون. يلا شو عم نعمل فرانسوا؟ هلا بتشوف، بس انتبه ما توسخ ثيابك الجديد. لا اهم شيء ما يفقع شيء. ما رح يفقع شيء، عم نعمل حيايا بالصابون. سيربون؟ ايه اخبطها هيك. ما عم بفهم شو عم نعمل فرانسوا، عم خاف. هلا بتشوف. انا ما بدي وسخ ثيابي، جايبهم من فرنسا جديد، ما بدي وسخهم. طيب لكن احنا بنقعد نعمل هيك. اوكي واو بعد بدك نعمل نشوف مين بيطول اكثر. ايه اوكي يلا تكي
لما نجي بدنا نتأكد. دو. تعال نفوت على أوضة البنات ونخوفهم بهول. يلا. يا. هيدا العقد السري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أزمة 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 عالم أزمة عظيم كتير تعالوا نرقص بلا تقدير. أوه أزمة كورنيت مغامرة وتسلية أكيدة شوكولا بكورنيت طعمة فريدة. أوه أزمة كورنيت أزمة كورنيت لذيذ مع شوكولا بالحليب. أزمة اليوم جاد اجى لعنا على الاستوديو تيعيد عيد ميلاده مع اوزمو. مين منكم ما بيحب شوكولا اوزمو؟ مين منكم مع بالو يربح شوكولا اوزمو لعيد ميلاده؟ فاذا فيكم تتصلوا فينا على 03-85-86-87 او تبعتوا لنا اسمكم على الفيسبوك بيج او عبر الايميل hello@ministudioclub.tv. هيك نحن بنتصل فيكم وبندعيكم تجوا لعنا وتحتفلوا بعيد ميلادكم. جاد قد ايش صار عمرك اليوم؟ 8 8. وانت باي مدرسه؟ سان جورج بصاليم. وشو بتحب تعمل أكتر شي بوقت فراغك؟ ما بعرف، تلعب، تعمل سبور؟ سبور. أوكي، وشو عبالك يجيك هدية كتير حلوة على عيد ميلادك؟ شوكولا، تيارة، سيارة صغيرة، شوكولا أوزمو، جاتو. بدك تنفخ الشمعة معنا؟ يلا بدنا نقوله كلها سوا هابي بيرثدي لجاد. هيدا شو جدو كتير حلو. هيدا العقد السري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أزمو 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 مغامرة وتسلية أكيدة شوكولا بكورني طعمة فريدة. أزمو كورني أزمو كورني لذيذ مع شوكولا بالحليب. أزمو I do. And do you believe
musique que l'on chante tout le temps. En plein soleil d'été ou sous la pluie, toujours ensemble, unis, c'est comme ça qu'on rit. صار وقت المدرسة. هاي جونيور ناطرك، يلا قوم. جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار. هرم مؤلف من ثلاث مثلثات. بليز ركز معي. هاي مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب ثلاثة جمع مساحة المربع. مثل ما شفتوا بالمسألة مش معقدة. جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية. فهيك لقطوا الحرامية؟ وانبسط كتير بيكسو لأنه ردوا له كل مصرياته. مهضومة القصة؟ جونيور كان زهقان فحبيت خبره قصة بيكسو يلي اسمه بيكسو لأنه بحب كتير 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 المصاري وبيطلوا يجمعهم يجمعهم. أصحابنا بحبوا يربحوا كمان، بس بحبوا يربحوا جونيور ميني كرواسون، وكمان بحبوا يربحوا الميني آيباد يلي وعدتهم فيه يا جونيور. كتار منكم عم يبعثوا لنا مسج عبر فيسبوك بيج تبعيتنا، وبحطوا مسج لجونيور بيقولوا لنا أول شيء لايك، وبعدين بحطوا لنا إنه بحبوا من حدا من شخصيات فيني ستوديو يفوت يشترك باللعبة، وعلى رقم كابينت نمبر 1 2 أو 3. ما عم تفهموا شو قصدي؟ هلا بجيب التابلت وبفسلكن. ييه وين التابلت جونيور؟ ييه ضيعناها؟ كيف يعني بدنا نفتش منيح؟ أنا دايما مضيع الأشياء، أنتوا أكيد ما بتضيعوا الأشياء، لازم دايما نعرف وين بنحط أغراضنا. هلأ تذكرت حطيتها بالميل بوكس، لأنه كنت عم بقرأ رسائل أصحابنا عم يبعتولنا إياهم على فيسبوك. يقري معي جونيور، اليوم في عنا صديقة اسمها ميلاني سعد يلي بعتت لها مساج على فيسبوك بيج، وبتقول إنه هي بدها إنه أورنيلا تروح على روم نمبر 1. Good luck and I hope I will win. نحنا كمان ميلاني سعد نشكرك كتير على مسج، وهلأ بفضلك رح نطلب من أورنيلا تفوت على روم نمبر 1 وتشد الحبلة. وشو رح يوقع على رأسها لأورنيلا؟ ما بنعرف، بس على كل حال حاضر حالك تتعطي أورنيلا شوية كرواسون على شوكولا، لأنه بنعرف إنه أورنيلا بتحب كتير الأشياء الطيبة. يلا حضروا معنا لنشوف بهاللعبة أورنيلا شو رح يصير معها. جونيور شو مهضومة كانت أورنيلا، كانت خايفة خايفة، بس بعدين طلع إنه ما في شيء وما وقع شيء على راسها. مرت الجاي بركة بتتحمم بصابون ومي. طيب هاللعبة مهضومة كتير وكلهم بالبيت هلا عم يضحكوا وحابين يشتركوا فيها. إذا بعد ما عرفتوا شو لازم تعملوا، بتفوتوا على فيسبوك بيج تبعت ميني ستوديو وبتحطوا مسج لجونيور تشتركوا بهالسحب يلي رح يصير بعد شوي بميني ستوديو، وكتار منكم رح يربحوا. في خمسة رح يربحوا ميني آيباد، أما ميلاني سعد فرح تربح مجموعة من جونيور ميني كرواسون وغير هدايا كمان رح نشوفهم بعد شوي، ورح تشترك بالسحب. يعني كلكم فيكم تشتركوا أنتوا بالبيت وتربحوا مع جونيور ميني كرواسون. وأنا بدي فرجيك هلأ صورة حدا بعت لنا صورته عبر فيسبوك بيج وبتياب الشعنينة، لأنه قريباً كتار من أصحابنا رح يعيدوا بعيد الفصح وعيدوا الشعنينة ولبسوا تياب حلوين وشمع حلوة. أنتوا كمان بعتوا لنا صوركم الحلوة على الآيباد. وهلأ مبروك لميلاني، رح نشوف هديتك. هديتكم من جونيور ميني كرواسون على شوكولا وعلى بيريز وعلى ستروبريز، وكمان مجموعة من The Princess Collection
وما تنسوا انه اسمكم رح يفوت بالسحب يلي رح يصير ب 10 نيسان بميني ستوديو تانتو تربحوا ميني ايباد. في 5 ميني ايباد انتو فيكم تربحون تقدمة جونيور. ثانك يو ميني ستوديو. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني مع كتيبي من استوديو. بدي أعيش ببيت معمول من البوبو والشوكولا ما بيخلصوا أبداً، وبدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية للعبتي. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. ريان وكلارا صاروا جاهزين ليلعبوا 1 منت قد بي ال اف، بس قبل خلينا نتعرف على ريان. ريان هاشم عمره 8 سنين، بحب كثير الرياضة وما بحب يتخانق مع حدا. ستارت جيم ريان. 50,000. ثلاثين. اوكي. 70,000 يعني 50 60 70. حطيت 20 بالآخر، بل لازم تحط 10. خمسة وأربعين. مية وستة آلاف. هو 110، 130، بعد ناقصك 1000. خلص الوقت ريان، انت قدرت تجمع 2640 نقطة. إذا أقول لكم رح جمع تاني مشتركة معنا لليوم، خلينا كلنا سوا نتعرف عليه. كلارا غبريل عمرها 8 سنين، بتحب كتير الأغاني الفرنساوي وما بتحب أبداً التلج والسقعة. ليه أجين كلارا؟ خمسة وخمسين. عشرين. مية وأربعين ألف. هو 41. أوكي. ثلاثين. 40 يعني 20 تان. 61,000 يعني 60,000. خلص وقتك كلارا، انت جمعت 3,005 نقط، يعني انت اللي ربحتي. مبروك، خلينا كلنا سوا نشوف هديتك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوس تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرهم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ايه اوكي اوكي، عم بفهم عم بفهم. يعني شو بدك بهزلك براسي؟ ما خلص عم بفهم. شوفوني شاري عم بفهم، بس مش شغل هيدا، مش شغل هيدا. اوكي بعرف بعرف شغلتي ما عم جاوبك. شوفوني ما عم جاوبك، عم بحكي الحق انه هيدا هيدا اتوليه. هيدا شو هيدا؟ ليه مش كل واحد بضبط يابه؟ ما بيصير. وانت كل شيء عندك امر، شيل حط وصل خد عطي، ما بيصير هيك. انا تركت المدرسه لان ما كنت اعرف فعل الامر فعل الامر، كنت على طول اهرب ومضارع وتركت المدرسة. ايه لا وطي صوتك، اوكي اوكي رح وطيه. ريت كنت اهرب وفعل الامر وما جيت تعرفت علي على شفوني شاريه. الواحد ما بيصير هالشغل هذا، ما بيصير. اوه خلصنا. هذا شو؟ هذا لمين؟ هذا شو؟ لا هذا
اولاد مين هذا؟ معقول يشوفوني شيريه؟ جابتوا سيربريز لعلي؟ لا 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 ما بتعملها هيدي، ما بتعملها. معقول انا حلمي بلش يتحقق؟ انا طلبت طبلات بس. اخ اخ اجريي، اخ ظهري، اخ تعبت. إيه. كلنا تعبنين. لقيت إيه. شو هيدا؟ ما بعرف شو هيدا. اخ لازم اقعد. إيه. رادون. ايه ايه رادون. ايه 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 تعبت كثير مع انه جاي بالتاكسي. إيه. وانا كمان. اه انا كمان تعبان. ليه بعد ما تنطفت؟ ما تعبت. ما كان في تياب اكثر بالارض يا شوفوني وعم رتبهم. ها هلا دقيقتين بيخلصوا كلهم. تعبت تعبت عن جد. إيه؟ كثير تعبانه رادون. إيه؟ رادون اسمعني. إيه؟ ليه ما عم تسمعني؟ شو بدك؟ ما كلنا تعبانين يا شوفوني شري. شو بعمل لك؟ اخ اخ قومي ردي على التليفون. قومي. اخ 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 يلا ما قليش ليدي، ما يكون حدا كمان جاي لعندي تعبانه. شو هيدي؟ الو. ايه ايه جيسيكا. ايه اهلين. ايه عجبك الفستان؟ حلو اللي بقى لك كثير. اصلا كل شيء بيلبق لك انت، انت كثير حلوه وجسمك حلو. ايه لا 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 كله ماشي. كيف؟ لا ما طلعنا سوا، تركنا الاتوليه سوا. يلا هلا بسألك رادو، ما تحتلي هم. اوكي اوكي باي. انا ما شفته للطابلات تبع جيسيكا. انا ما بعرف وين هو. انا بعد واصل قدامك. شوفوني شري، انا ما شفت شيء. انا ما شفت شيء. رادو يمكن لحظه، يمكن تحت هيدا. لا لا رادو هون 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 رادون. ايه ما شفته. اسمعني وقعد قدامي هون. ما 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 بقول لك ما شفته، ما شفته. شوفوني جريده ما شفته. بدك تفاجئني يا من هو يا علي، ما شفته. هلا بدك تقلي انه ما بتعرف وين التابلت؟ لا 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 انا ما بعرف وين التابلت اصلا. مين فتح لك سيره التابلت؟ انا شو قلت؟ شو قلت؟ بدي اسال رادون. لا قلت لا تابلت ولا غير شيء. ما انا ذكيه. شوفوني انا بعرف 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 شو بدك تسالي. يلا طلع لي هالتابلت. هيدي اسمها سرقه يا حيد تابلت، وبسرعه بتروح لعن مين؟ خليني العب العب عليه شوي. ما في لعب، بكره اذا بتستاهل بشتري لك تابلت. اوكي هلا اهم شيء بتروح بترده لاصحابه. اوكي هيدي اسمها سرقه. واحد واحد ما في. قلت لك هلا رادو ما تخليني. طيب. نرفز. طيب بس تعبيني. بس واعطيني واعطيني انك تشتري واحد. خلص بكره بنشوف. يلا بسرعه. شو هيدا؟ ما في ثقة بحدا؟ ورادون؟ رادون هيدا صديقي. نحل عينيها. شو كانت فكرت جيسيكا؟ إنه أنا سريقة؟ وأنا أهم شي عندي الصدق. أنا شوفوني شيري. ثانكيو ثانكيو، ميرسي كثير عن جد، كثير عجبوني، أنا كثير بحبك. هاي مع مين كنت عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع شوفوني شغيل خياطه، وعم بشكرها على التياب الحلوين يلي حضرت لي اياهم، وكمان عملت لها هيدي الورده المهضومه لحطها بشعري. واو شو حلوه، انا بدي وحده مثلها. فكرت فيك كمان وجبت لك هيدا النول كثير حلو. ميرسي كثير. دايما بتفكري فيي. طب عرفتي شي عن اللي شو صار بالتابلت؟ التابلت ايه انا عرفت وين راحت. وين؟ خدون هو يلي اخذها. رادون مش معقول على رادون، نهار بياخد جون، نهار تابلت، نهار لونات، اي متى رح يتعلم؟ لازم يتقصص. اكيد شوفوني شغلي ما بتكون قصرت معه، انا اكيد انا بتكون قصصته. طيب ما بفهم، ليه ما بيطلب الاذن؟ معك حق، دائما لازم نطلب الاذن قبل ما ناخد شيء مش لنا، ما لازم نسرقه. طيب بدنا نقي صورة؟ يلا. ازرق او اخضر بديك؟ ازرق، انا بحب الاخضر. اوكي اخضر يلا. من مين الصورة؟ بنت ولا صبي؟ بنت مهضومة كثير. اسمها لانا سهيون. ليك شو مهضومة؟ عم تعمل اكيتاسيون. واو هلا منعلقة بأوضتنا. هديتكم من ميني ستوديو هي ماج او بازل برنسس كولكشن، ممضية من البرنسس نفسها. هاي حاضرين تنكمل الرقصة؟ تعا نتذكر ونكمل اليوم. رح ننزل 1 2 3 4 نرجع النوت، نرسم على يمين
نرجع على الشمال، بعد مرة على اليمين، نرجع على الشمال. هلا راح ننط ونهز ايدينا من فوق، نرجع من نط من ثاني ميلة ونهزهم كمان، بعد مرة ونهزهم. هلا كأننا شبعانين بنقول يمي 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 يمي. خلصت. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, bite, dolly, party, biting. Pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. قبل ما تخلص حلقتنا اليوم، شو رايكم اذا منروح على ارشيف الام تي في ومنغني غنيه بتغنوا معنا؟ لازم تقولوا ايا ايا او. يلا ليتس ريمبر. Here, chick there, chick everywhere, chick, 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 chick
ستوديو. ميني ستوديو. ميني ستوديو.